ولكن وقفت وقفة تأمل واعتبار، فغامرتني الذكريات من اليوم الذي تعرفت عليه وغير سلوك حياتي من ذلك اليوم. وكما كان الحبيب بورقيبة يقول ديما، لكن ما نأيدش، ما نقولش هكا، قدر على العرب باش يكونوا ديما في المؤخرة، لا، أن تلتحق بالدول المتقدمة التي تقدمتنا ونحن متأخرين عليها، وخاصة في 3 سنوات الأخيرة، لأن تأخرنا بحيث ولا المرأة، والمرأة زادت تاخو حريتها ولا بد من عندكم نفس الحقوق ونفس الواجبات تاع الرجال.